حلقتنا متابعة معكم وبإطار سلسلة النشاطات الثقافية يلي عم تتلى بالعاصمة بيروت، عم بيبرز اليوم معرض الكتاب الفرانكوفوني بدورته 21 يلي عم تشهده البيال. هالمعرض أصبح محطة، يعتبر محطة سنوية بالانفتاح الثقافي اللبناني ومستمر مع توقيع كتب وكاتبين لبنانيين وعالميين. تقرير. يعني بعتقد الاصرار مهم، انه صار عندنا مثل عادة بنوفمبر في السالون دو ليفر، يعني هو صار مثل مكان لقاء، يعني كمان ما في خوف على الكتب اللبنانية، ما في خوف على لبنان، ما في خوف على بيروت، مدينة بتضلها تعيش وتعمل، عندها أفكار بتجنن. يعني في ليزيكريفان كثير مهمين عم ينشروا كتب كثير حلوة بتخدوية وباللغة الأصلية. توقيع كتب، نقاشات حول مواضيع الساعة، إصدارات جديدة، طاولات مستديرة، ورشات عمل، كتب فرنسية فقط عم بتزين معرض الكتاب الفرانكوفون السنة بدورته 21. الجمهور اللبناني عم بيكون له وقفة يوميا مع آخر الإصدارات الفرنسية، آخرها كانت مع جهاد معلوف بدراسة بتحكي عن علم الإنسان الروحي، إيكولوجي دو لامور إي ميستيك دو فلويديتي، صادر عن دار أنطوان، واللي بيتناول محبة الله للإنسان وبيدعو للإيمان والأمل. Je suis aimé, donc je m'aime, donc j'aime. أنا محبوب، لكن أنا بحب حالي، لكن أنا بحب الآخر. حب الآخر مصدره هو إني محبوب، وهيدي الحب يلي عم بيقطع. أما الكاتب زاهي حداد فكرس آخر سنة من حياته لتكريم يايا ولسرد حياته بعمله الجديد صادر عن دار تاميراز وبونور دو يايا، اللي انطلق فيه من مسيرته الذاتية مع هالامرأة الاستثنائية ليغوص بالخيال ويحول الواقع إلى حكاية. Ça a pris plusieurs années mais finalement la chose s'est concrétisée en 2011 où j'ai décidé de prendre une année sabbatique. J'ai tout lâché, le travail, la maison, tout. Pour me mettre à l'écriture de cet ouvrage. أما غريس متري يونس فركزت على موضوع الترجمة، ترجمة أدب الأطفال بالأخص، بدعوة للالتزام بالنص الأساسي وأخذ بعين الاعتبار التقنيات اللازمة لما يضيع معنى النص لتوصل الرسالة بطريقة واضحة بعمل الجديد لا تخديكسيون دو لاليتراتور دو جنس. عملت تحليل لقصص فؤاد فريم البستاني باللغة العربية ويلي قاموا بترجمتها بنته وابنه على اللغة الفرنسية، مشان هيك قدرت حللت ناس عاشوا مع الكاتب ومن خلال التحليل توصلت استخرج كتير قواعد يقدر يطبقها المترجم. كتاب اسمه دي بوفوار دي مو دو ليستوار دي زيستوار دو نو زيستوار، يعني قريب كتير من التام تبع الصالون. لوريون دي ليفر السنة عندها خمس إصدارات. لوريون دي ليفر هي بتطلع كتب كمان كويديتي مع أكت سود دار النشر الفرنسية، وهالندوات عم تخلق جو وحوار وإمكانية إنه يعني يستمر هالمزيج اللبناني المنفتح، لأنه بالظروف اللي عم نعيشها مش بس بلبنان، بكل المنطقة حوالينا هي نعمة كبيرة إنه يكون بعد عنا ناس بتقرأ وبتفكر وبتألف كتب وبتمضي كتب. عن جد الثقافة الفرنسية منحس هون عنا كم يوم نشعر فيهم إنه هالثقافة هيدي بعدها حية بلبنان. معرض الكتاب الفرانكوفوني اللي حمل السنة موضوع دي مو دي زيستوار مستمر بقصصه كلماته وحكاياته لغاية 29 الثاني. نحن جايين من جامعة اليسوعية وكان عنا هلأ تابلو روند، نحن جايين من الاتيب عم نعمل تخادكسيون. أنا كل سنة بجي مثلا وبشتري كتب، أنا برأيي أنه لازم يضلوا يعني عمل سالون دو ليف فرنسي وسالون دو ليف عرب كمان. اشتريت كتابين موا كونتر توا ولا دروكي. ما في شيء بيوقف هالثقافة وهالحب للثقافة ولكل ما هو بيرفع من الإنسان ومن الإنسانية.
قبل ما نتابع حلقتنا ونستقبل ضيفنا بنذكر انه كان المفروض تكون معنا اليوم زميلتنا مريم الحاج بما انه اليوم الجمعه، بس بنوجه لها تحيه، عم تغطي معرض الكتاب بالشارقه. نسلم عليك مريم وناطرين ترجعي. بنرحب بضيفنا لليوم دكتور اسماعيل معتوق، طبيب جلد وامراض متناقله جنسيا. صباح الخير دكتور. كثير صغير لك دكتور بس انت دكتور فعليا، يعني عشوائي رح اطلب منك الشهاده. دكتور نحن رح نحكي بشكل عام عن موضوع الجلد يلي بتكثر العنايه فيها، يعني البشره والجلده مع بدايه فصل الصيف، بس نحن هلا اليوم موجودين مع حضرتك لنقول انه كمان العنايه بالبشره لازم تستمر حتى بفصل الشتاء، وين اهميه هالموضوع؟ اول شيء يعني الناس بخافوا اكثر من الشمس من ما لازم، يعني لازم نفسر انه الشمس منا مضره اذا تعرض الواحد لاشعه الشمس بطريقه معتدله، بينما اذا يعني كثره السولاريوم كثره تعرض للشمس للي بيعملوا كثير برونزاج بيحترقوا يعني بالصيف او بالشتاء، هو اللي عندهم ريسك انه يعملوا كذا نوع من انواع سرطان الجلد. عم تسمع جوال؟ ايه انا مش عادة يعني بعد ثلاثة. اوكي كيف الواحد بيعرف انه هو بلش ينأذي من الشمس، يعني بلش تضره؟ في علامات، شو السينيالات؟ في علامات بيطلعوا على الجلد. اول شيء اذا كان الواحد عنده بشرة بيضاء بيكون قابل لانه وعيونه ملونين بيكون قابل انه يكون عنده هالانواع من السرطانات ديجا، يعني بلا ما يعني اذا تعرض شوي بتبلش الجلد تحترق من الشمس، يعني بترق كثير وبتجعد بشكل اسرع من حدا ما تعرض للشمس كانه احترقت، يعني كانه احترقت بس يعني احترقت على فتره طويله وببلش بتبلش النمش، من بعد النمش ببلش يطلع ليزيون يعني عوارض على الجلد بتاشر انه هالجلد عم ببلش يمرق مرحله خطر. يعني وقت اللي نحن نقشر بعد البرونزاج ما بيأثر، بس اذا واحد بيحترق بالشمس وبيصح بيرجع يعني عمل هالشي كذا مره بحياته هيدا بيكون قابل لانه يعمل كذا نوع من انواع سرطان الجلد. أوكي. لبعدين اوكي هلا بالشتويه كمان نحن لازم ناخذ يمكن هيك وقايه للبشره، كمان نفس الشيء بنضل نستعمل اكران نفس الاحتياطات؟ نعم، يعني هلا نحن ما كثير بنحب انه الستات بيحبوا يحطوا اكران كل يوم الصبح، بالشتاء ما في لزوم لانه اذا راح واحد على شغله او شيء ما ضروري يحط اكران، بس اذا حدا رايح يعمل سكي والاشعه عم تضرب على الثلج وبترجع بتضرب على وجهنا، يعني هودي كلهم بدهم وقايه. نعم. اللي هو الاكران. بس هيدا هو هي. نعم. هي الوقايه بالبشر للبشره بالاكران. نعم. احسن شيء وقايه من الشمس وما ضروري كل يوم، يعني لحتى كمان نحن نستفيد من الشمس. اكيد لازم نستفيد من الشمس، اول شيء بتصحح كثير امراض او حالات بالجلد، ثاني شيء في الفيتامين دي ونحن بلد ما فيه فيتامين دي رغم انه في عندنا شمس وعندنا فصل. نعم. صيفي طويل ومظبوط. نعم. اخر الابحاث قالت انه نحن من اكثر الناس اللي عندنا نقص بالفيتامين دي للاسف. طيب رح ننتقل الى موضوع اخر هو موضوع الامراض المتناقله جنسيا، فسر لنا اياها في كثير بطريقه ملطفه. في كثير امراض بينتقلوا من جراء علاقه جنسيه غير محميه، يعني ما استعمل فيها الواقي الذكري. اوكي. اخطر واحد فيها هو الاتش اي في، بيرجع فيه السيدا، بيرجع فيه كل شيء، هيباتايتس بي و سي، كبدي بي و سي، في سيفيليس، عم نرجع نشوف سيفيليس اليوم بلبنان بشكل اقل اكيد بس انه عم نشوفه. يلي هو السيفيليس هو مرض كثير قديم، كان يعني التيوري بتقول انه جابوا كولومبوس من امريكا، هيدي احدى النظريات اللي بتقولها، وبهالفتره بهالقرن هيدا كان تقتل كثير عالم وقتلت كثير عالم السيفيليس، هلا لانه كانوا بعد ما اكتشفوا الدواء وما بيعرفوا شو هي وما بيعرفوا كيف تنتقل وما بيكتشفوا ما اكتشفوا لها دواءها، اليوم الدواء تبعها هين رغم انه عم ينقطع، وطريقه الكشف عنها كثير هينه بفحص دم يعني او فحص سريع بنسميه رابيد تيست، بينعمل بالاصبع مثل الاتش اي في وهيباتيتس بي و سي، اكيد الـ الاهميه تبعه اقل من فحص الدم. ليش في مرض بيختفي بيرجع ببين؟ حسب العادات الجنسيه وحسب السوش تبعه، يعني التريبونيما اوقات على كثره ما بنستعملها الدواء بتموت اذا بدك. بس وقت يختفي مرض من المجتمع مش يعني هو ما بقى له وجود، بس هو يمكن قدرنا نسيطر عليه نوعا ما بمرحله معينه. مزبوط، يعني من 2003 2004 تقريبا عم نرجع نشوف اكثر، مش هون باوروبا،
سيفيليس. بلبنان عم نشوفه اخر سنه سنتين عم نشوف سيفيليس اكثر من قبل. اوكي، طيب قديش النظافه والوقايه، قديش التلوث، نوعيه الاكل، ما بعرف هو اللي بياثروا؟ الاكل لا، النظافه اكيد يعني بتساعد، بس انه طالما في احتكاك جلد على جلد، في وحده من الجلدتين مصابه بهال ليزيون بهال المرض رح تعدي الثاني، اكيد مش دغري، مش 100%، ولكن بيكتر الريسك انه تعدي. اهم شيء الوقايه، استعمال الواقي الذكري بكل حالات العلاقات الجنسيه. نعم، بين الزوجين، اذا حدا حامل مرض، اذا حدا هلا في اكيد تستات بينعملوا قبل الزواج، اذا حدا حامل مرض لازم يستعملوا الواقي لبينما يصح منه. الامراض الجنسيه بتصح تماما، يعني الواحد بيشفى منها بشكل نهائي؟ السيفيليس نعم، الهيباتيتس لا، بده ياخذ دواء كل حياته، والاتش اي في السيدا كمان. في امراض ثانيه من نوع التوليل بدهم متابعه، حرق يعني بالكريوثيرابي اللي هو ليكويد نيتروجين، يلي هي بتعدي بنسبه كبيره. بتعدي، وعند النساء في ريسك تعمل سرطان عن الرحم. هيدا يعني هلا اليوم في وقايه لهالشيء بالطعم يلي لازم كل بنت وشاب ياخذوه على عمر 11 12 سنه. هالقد صغار، هالقد عن عمر فيهم اذا ما اخذوه بهالعمر يرجعوا ياخذوه على كبر. يعني اليوم كل الدراسات، نفس المفعول بضل، كل الدراسات بتاكد انه هذا الطعم كثير مهم، لانه بيمنع يصير فيه توليل وسرطان عن الرحم مع العمر. اوكي، حتى الايرباس يعني بنشوفها اوقات بتضل وبترجع، بتروح فتره وبترجع على الايرباس، لانه بتعيش بقلب الجسم، منشان هيك يعني لو ما طلعت الفيروس بيضله موجود بقلب الخلايا تبع الجسم. هي اوقات بتظهر اوقات لا، بتظهر يعني اوقات لا، اذا تعرض الواحد للشمس بتظهر كل شهر عند النساء، فيها في ريسك انه تظهر حسب العاده الشهريه. دكتور، قديش هالموضوع عندنا بلبنان في حوله وعي؟ يعني في وعي عند الناس انه تروح تعمل الفحص الطبي اللازم، انه تحكي عن المشكله يلي عم بتواجهها، بما انه هي عن علاقات جنسيه ناتجه يعني. يعني انا بفهم قديش الموضوع حميم بالنسبه للناس، للاسف شوف اكثر انه اللي هلا اصغر بالعمر، يعني اذا بدك الجيل الصغير، قلت لي اني صغير بس بعد اصغر مني، عندهم جرأه يحكوا فيه اكثر بكثير من اللي اكبر، يعني من عمري وطلوع. على طول الاسئله اللي بتنسال بالعياده هي اسئله جريئه، لانه بدك تقيمي حول يعني بناء على الاجوبه طريقه العلاج، طريقه الوقايه، اهم شيء كيف تعطي الادفايس اللازم للمريض لحتى يتوقع هالمرض لبعدين. ما كتير في وعي وما كتير في جرأة لحتى ينحكى بكل شيء. يمكن الجيل الصغير لأنه منفتح أكتر. نعم. وهيك نحن بتطور، والجيل الصغير أكتر شيء بلاحق التطور أكتر. نعم. من الجيل الأكبر. في نسبة معينة تنصاب بالأمراض المتناقلة جنسيا مثلا عند الرجال أكتر من النساء أو العكس؟ أعمار معينة؟ لا أكيد الأعمار بالنسبة للرجال والنساء مثل بعضهم، الأعمار هن الأعمار الأصغر يلي بيكونوا أكتيف يعني جنسيا بيكونوا. طيب في كتير اشياء نسألها حول هذا الموضوع، إذا انتقلنا من الأمراض الجنسية عفوا الشاميات، اوقات بنشوف عنا شاميات بيقولوا انه نحن ما لازم نشيلهم، نحن نفقيهم يعني. اكيد مصبوط. ما لازم الواحد يقعد يلعب بالشاميه تبعه، خصوصا اذا كبيره ومطمبره، يعني لانه ريسك التحول تبع الشاميه منه عالي، ولكن يعني بينعملها شيء اسمه تروماتيزم، وهذا الشيء مش لازم، ساعتها بنشيلها. لازم تنشال الشاميه اذا كانت عم بتنزل دم، لازم تنشال اذا كانت عم. لحظه، ليش اصلا بتنزل دم الشاميه؟ بتكون ليش بتكبر؟ يعني اوقات من نسمع ناس عم بيقولوا مثلا عندي شاميه وعم تكبر. اوقات الشاميه بتكبر هي بشكل طبيعي، منه بيكون شيء خطر. اثناء الحبل الشاميات في ريسك كثير كبير يكبروا، واوقات مع العمر مع الوقت يعني بيكبروا الشاميات. هيدا مش دليل خطر، المهم اذا ما امتدت، إذا ما نزل الدم، إذا ما تحولت ألوانها، يعني إجمالا بتبين إنه صارت بمرحلة خطرة. بس بهدول الحالات، مش إذا كانت مثلا كتير يمكن نافرة أو شيء لازم تنشال. لا يعني إذا مشكلة إذا كانت نافرة أو كبيرة أو لا، منا هي المعيار. المعيار إذا كانت عم تكبر بشكل كتير سريع، ملحوظ وسريع، ملحوظ وسريع بشكل استثنائي. نعم. يعني نعم. بين التجميل والتشويه 12 سنة طب هي أو مؤتمر، هو مؤتمر لجمعية أطباء الجلد، هي حملة عم تقوم فيها جمعية الأطباء. شو الهدف منها؟ الهدف منها توعية الناس خصوصا النساء، بعرف الرجال عم بيعملوا بس
خصوصا النساء حول عمليات التجميل يلي عم بيعملوهم مش عند اختصاصيين جلد او تجميل، وعم بيصير في كتير complications مضاعفات طبية عم نشوفها نحن بعياداتنا، وللأسف ما عم نقدر نلاقي لها حل أو نضبطها لأنه ما بنعرف شو البرودكت اللي نحط ولا كيف بدنا نعالجه. يعني وقت بيصير تشويه يعني ما بقى يتزبط بحالة، في كتير ريسك أنه ما بقى يتزبط. أنا شخصيا لما بيجي لعندي حدا عامل ما بعرف وين إذا بدك البروسيجر ما كتير بتعاطى، يعني ما كتير بلش صلح، بلون يروحوا لعندها. دكتور شو لازم الواحد يسأل؟ يعني لازم الشخص يلي رح يعمل لي العملية أو أي سيدة قصدة هالشخص لازم يكون شو اختصاصه؟ لازم يكون متخصص جلد أو تجميل، جراحة تجميل. هودي الاختصاصين يلي بياخدوا الفورماسيون اللازمة على 12 سنة حتى يكونوا قادرين أول شيء يشكوا، لأنه بالوجه في مئات من الشرايين والأعصاب اللي بتقطع، يعني هول مندرسهم نتعلمهم نسهر عليهم لحتى ومنقدم نتعب على شهادتنا، يعني بنحط مصاري لنتخصص بالجامعات. انه مثل ما حكيم القلب هو اللي بيعمل عمليه القلب، وحكيم المعده هو اللي بيعمل الناضور، حكيم الجلد والتجميل هو الجراح التجميل، هن اللي قادرين يعملوا بهالبروسيجرز. طيب شو اكثر المضاعفات الطبيه اللي عم بتواجهها بال، يعني عم نشوف شوفات أو الرجال، عم نشوف شوفات اوقات بنشوف نيكروز، يعني نشوف تقرح اسوداد بقلب الوجه، اكيد مش عم نحكي عن قشطة العين، لوقة التم، كل هول القصص واللي للأسف يعني في حكمة ما بيدقروهم مثل أنا، في حكمة بيجربوا يصلحوا لأنه بيشفقوا على المرضى بالنهاية، لأنه تخيلي وحدة وجهة لاوي وهي كتير حلوة بس حرب بتكبر شفتها، نلوق وجهة لفترة كتير طويلة، يعني في حكمة بيجربوا يقدروا يصلحوا قد ما فيهم. بيصير التصليح إلى حد ما، إلى حد ما. عم بيسألوا إذا أنت كمان بتعمل عمليات تجميل. مش عمليات، بنعمل بروسيجرز، يعني مثل النفخ أو الحقن، هودي القصص، مش إنه تجميل بمعنى نظبط منخار، يعني إبره هون، مش جراحة، مش عملية جراحية، يعني كل ما يختص يمكن بشكة إبرة يمكن. نعم. ما بعرف كيف بتسموها أنتو بالمصطلح الطبي. دكتور اسماعيل معتوق، طبيب جلد وامراض متناقله جنسيه، نحن بنشكر حضورك معنا. هي بيقولوا لها الامراض الزهريه، كنا عم نحكي تحت الهواء وبعد ما فهمت ليش نقوا هذا اللون، يعني على امراض السرطان الثدي بياخذوا اللون الزهري، كله بياخذوا اللون الزهري. شكرا لحضورك معنا، كان بهمنا نوضح مع موسم الشتاء هالامور. اهلا وسهلا فيك، رح ناخذ فاصل ونرجع نتابع اخبار الصباح.